لكن اللي حضرتك شفته لغايه دلوقتي في ضوء متابعتك لمباريات ومشاركات مصر في البطوله، بطوله كاس العرب، شايف يعني اللي انت شايفه ده مطمنك على اللي جاي؟ بتكلم بقى في الامم الافريقيه، بتكلم على المباراه الفاصله المؤهله للمونديال لكاس العالم، ذهاب وعوده، يعني اللي انت شايفه راضيك ومطمنك على اللي جاي؟ هو التغييرات اللي عملها مستر كروش فاجئتنا كلنا، يعني في مدرسه يا كريم تقول لك ايه، في ثبات في التشكيل، هم ال 18 اللي موجودين هم اللي ببدا بيهم تصفيات في بدايتها، وبعدين البطوله العربيه، وبعدين اخش بيهم تصفيات كاس الامم الافريقيه، ثم تصفيات كاس العالم. النهارده هو فاجئنا ب 40 لعيب، ودي حاجه جديده، ودي حاجه كويسه وجديده. وفي ناس انتقدت ده وقالت طب انا عايز تشكيل اساسي، انا عايز اعرف بالزبط. انا دلوقتي تشكيل المنتخب بتاعي ايه هو، ولكن هو كان ليه فكره، وقلنا الكلام ده برده هنا انا وكريم في 10 الصبح عند ضيوف مختلفين، ويمكن احنا في حاجه مش قاريينها لسه، فاكيد يعني برده كيروش اسم كبير، ما ينفعش ان احنا ننتقد بهذا بالزبط. الشكل من البدايه بالزبط. يعني اكيد احنا مش هنبقى فاهمين برده هو بيعمل ايه زيه. وانا في حلقه كنت موجود معاكم قلت لو احنا نضمن ان الراجل ده نعمل له بدل سنه، نعمل له 4 سنين، يبقى عنده مشروع. ايوه بهذا الشكل انا فاكره، نتمنى هذا. فالنهارده المشروع بدا يظهر، النهارده 40 لعيب في 8 مباريات او 9 مباريات، دي حاجه جديده علينا. ايوه في التخطيط وفي علم التدريب جديده علينا. هو بقى عنده رؤيه، معلش مع احترامي للناس كلها، ممكن الناس مش شايفاها، حتى احنا كفنيين، يعني احنا فنيين متعودين على الثبات، 18 20 لعيب 23 لعيب هم دول. ايوه بيخش بيهم كل البطولات زي منتخب تونس، ما هو منتخب تونس هم ال 18 اللي بيلعبوا، يعني البديل في 3 4 لعيبه، لكن في الاساسي بيبدا من اول المباراه. طب ليه الرؤيه دي كانت غايبه عند كذا حد من المدراء، يعني المدراء الفنيين لمنتخب مصر قبل كده، على بديهيتها وبرغم منطقيتها، فكره ان انت جلب عناصر جديده، فكره ان انت يعني استكشاف الناس اللي ممكن يفيدوا المنتخب واللي هم الى حد كبير منسيين او ما حدش واخد باله منهم، يعني الفكر ده فكر منطقي وبديهي، ليه كان غايب عند ناس كتير، عن ناس كتير قبل؟ جديد علينا كريم، احنا طول عمرنا متعودين قوام المنتخب اهلي زمالك، لو ترجع للتاريخ طبعا بالظبط، وتلاقي يعني واحد من المنصوره، ما عدا فترات كنا بنلاقي فيها المصري والاتحاد بالظبط، يعني كان في يعني احنا ايامنا كان في، يعني كان في المصري، كان في الاتحاد طبعًا. كان في الترسانه، كان الترسانه طبعا، لكن طبعًا. دلوقتي ده فكر جديد، يعني انت برضه دي ميزه الهيد كوتش بالاسم كروش والسيفي اللي موجود عنده، فاكيد طبعا هو شايف حاجه احنا مش شايفينها، وبعدين احنا هنفضل نتعلم في المجال ده، هنتعلم من كروش واللي بعد كروش وهكذا. فالنهارده في مدرسه جديده علينا، ان هو عنده 40 لعيب في 8 مباريات 9 مباريات وبيشركهم، فده بيديك يعني يديلك بلان للمستقبل، ان فعلا في حلال وتجديد جاي. فعشان كده قلت لو احنا نضمن ان الراجل ده نعمل معاه مشروع لمده 4 سنين ونشوف اللي جاي ايه، يبقى حاجه جميله. ان هو دلوقتي النهارده حط ايده على لعيبه خارج الاهلي والزمالك، طلائع الجيش، بيراميدز، المصري، حتى كمان لعيبه المصري وبيراميدز سابهم نتيجه ان هم بيشاركوا في البطوله الافريقيه، ودي حاجه برضك بصراحه بترجع له، يعني له رؤيه فنيه، قال لك انا مش محتاجهم دلوقتي، يساعدوا فرقهم في البطولات الافريقيه، وبعد كده ممكن اضم منهم بعض العناصر في كاس الامم الافريقيه. لكن في الاول والاخر في حاجات بقى كريم انت محتاج فيها الثبات بقى، محتاج فيها الخبرات، عشان كده النهارده بقول لك حجازي مهم جدا، حجازي يبقى موجود، مع احترامي لاحمد ياسين طبعا، ولد ممتاز، ولد بدا يثبت وجوده في اللي جاي، لكن انا عايز النهارده اللي هي ايه، النهارده هو اللي ناضج بالفعل بالظبط، انا عايز الخبرات اللي موجوده اللي تقدر تشيلني في المحكات اللي بالشكل ده، زي الشناوي النهارده كلنا قلقانين، لا عايزين الشناوي يبقى موجود، الشناوي ما شاء الله بقى له فتره يعني سد منيع للنادي الاهلي، بيدينا ثقه بشكل كبير جدا للعيبه وللجماهير والجهاز الفني. حجازي نفس الكلام، السوليه كمان من ضمن حمدي فتحي، النهارده الاثنين دول بقوا اعمده في نص الملعب لا غنى عنهم، يعني النهارده في مباراه الاردن الشوط الاولاني احنا وحشين عشان التمركز بتاع سته بتاع حمدي فتحي ما كانش موجود بالاداء اللي كان بيأدي بيه. بين الشوطين مستر كروش رجعه لحالته الطبيعيه في التغطيات، وازاي يبقى قدام قلبي الدفاع، يعني ما يبعدش عنهم.